انه في شيء غريب عم بصير معي مش عم بقدر افهم شو هو. مش غريب عليك اصلا يعني عادتك ولا حتشتريها. انت طول عمرك ما بتثقش في النسوان. تصدق انا لحد النهارده مستغرب مش عارف انت خدت قرار الجواز ده ازاي. على اساس انه انت احسن مني. لا انا افرق عنك كتير. ليش وكيف انت ما بتثقش في النسوان لكن انا ما بثقش في حد خالص. بعد ما خلتني المسها لهلا. ايه؟ يا نهار اسود ليه؟ ما بعرف مشان هيك قلت لك حاسس انه في شيء غريب. صراحة من ناحية غريب غريب قوي بس يعني برضه انت ما تكبرش القصص قوي. مش يمكن تكون مكسوفة عشان خاطري اديها فرصة تانية. فرصة لجوه فرصة فرصة ما تخليك تقدر تثق بأي أنثى في العالم. هذا شوية. بقول لك إيه؟ شايفك تعبان أوي مش هتقدر تسوق. خلي حد من هنا يوصلك؟ لا لا أنا منيح معود بسوق عادي. طب ممكن توصل لنا؟ ممكن أي حد يوصلنا؟